السلام عليكم، معاكم أخوكم ناصر الهاجري، لاعب سابق في نادي النصر ومثلت نادي السالمية ومنتخب الكويت ومدير حالي الفريق الأول من نادي النصر. تابعونا في برنامج من البداية. نجم بدأ حياته بين أحضان نادي النصر عام 95 من القرن الماضي، ليلعب ضمن تشكيلتهم في عدة بطولات محلية وخارجية والتي أهلته إلى تمثيل منتخب الكويت في أعلى محفل آسيوي. ناصر الهاجري اسم تردد بين عشاق كرة القدم ومحبي أبناء الحصن العنابي لعقدين من الزمان، فها نحن اليوم نستذكر مشاركاته العديدة في بطولة كأس الاتحاد التي أثمرت تألقا واضحا، توج بحصد لقب دوري الدرجة الأولى بموسم 2005-2006، ليرتقي نجم حلقتنا بصحبة رفاقه إلى مقارعة كبار الأندية الكويتية، ليصبح للنصر صهوة وصيحة بوجه خصومه منذ ذلك الوقت، حيث كان ندا صلبا وحاجزا منيعا بفضل تواجد الهاجري ومن معه من كتيبة أقسمت على بذل الغالي والنفيس من أجل رفع راية النادي. ليمثل العنابي بعام 2014 الأندية الكويتية ببطولة الأندية الخليجية، تلك المسابقة التي خاض من خلالها أبرز مبارياته أمام ظفار العماني. ولنرجع بالزمن 6 سنوات لنستذكر طلب السالمية لخدماته بنفس المحفل الخليجي بعد أن أبهر الجميع على المستوى المحلي، والتي خرجوا منها بعد مباراة حملت جملة من الأهداف مع القادسية إلى أن أطلق الحكم صافرته معلنا انتهاء لصالح الأصفر بنتيجة كان قوامها 4-3. أما على صعيد المنتخب الوطني فقد تمكن الهاجري من تسجيل اسمه وسط كوكبة من المتألقين الذين تشرفوا بتمثيل الأزرق في تصفيات كأس آسيا 2007. مسيرة 20 عاما انتهت بإعلان اعتزاله، ليتحول من بعدها إلى الجانب الإداري ليتولى مهمة إدارة فريق كرة القدم بنادي النصر، ولا يزال العطاء مستمرا حتى يومنا هذا. فدعونا نستمتع بسماع ما بجعبة ناصر الهاجري من أحداث دارت دوائرها منذ 1995 وحتى الآن. بدايتي كانت للأمانة يعني عن طريق الربع، احنا نسميه الفريج. كنا احنا الجيران 4 لاعبين تقريبا سنة 1995 سيدي، طق بروسنا قلنا خلنا نروح، احنا من سكان العرضية، طق بروسنا قلنا خلنا نروح نادي النصر. فتأشيرة أعمارنا 11 سنة، فكنا هني جيناهم على شهر 4 سنة 1995. فالله وفق من ذاك اليوم ل 2015 كانت بدايتي وهني نهايتي. مراحل سنية، بداية كانت 95 تدرجت من تحت 12، بعدين صعدت 15. كانوا المدربين اللي علي بالمراحل السنية كابتن مصطفى حبوش الله يذكره بالخير، 15 كابتننا الغدير كاسب غافل، وصعدت 17 شاركنا في بطولة خليجية في جدة، أذكر ذاك الوقت سنة تقريبا 97، كان نادي النصر في سنة 97 وهو بطل الدوري، فإحنا صعدنا من 15 إلى 17 وشاركنا فيها. أذكر أني لعبت فيها 3 مباريات في البطولة الخليجية، وبعد البطولة الخليجية 1997 مرحلة 19، وهم بعد كان معي كابتن الغدير كاسب غافل، وصعدت يمكن تقريبا 99-2 فريق أول. هني تدرجت من المراحل السنية لغاية الفريق الأول. بالمراحل السنية يمكن أول مباراة تذكرها كانت هي ضد نادي خيطان، حتى كانت يدي مجبسة، إيه أول مباراة يعني ما مباريات يعني ما تنسى. وكان معاي في ذاك الوقت فيصل عدواني اللي هو رئيس الجهاز حاليا، وكان معاي في ذاك الوقت فلاح غانم، خالد فلاح غانم ابن رئيس نادي النصر السابق، معاي ناصر هايس حاليا رئيس جمعية طاح صباح الناصر، في لاعبين زاملتهم. فبدايتي كان ضد نادي خيطان، ما شاء الله يعني اتذكر في
في أيامها كنت حيل أقرأ، فا إيه كانت البداية مع نادي خيطان. يمكن من الأشياء الجميلة في حياتي في مسيرتي الرياضية الكابتن الغدير كاسب غافل، وهو كان علي، إذا ما كان علي مدرب كان علي مساعد مدرب تحت 15 و17 و19 وفريق أول، وزاملت الحين أنا مدير الفريق وهو مساعد مدرب، فله مني أجمل تحية أخوي كاسب غافل. من المراحل السنية أذكر موقف، يعني هذا حب وشغف حق كرة القدم. أنا من سكان منطقة العرضية، أتذكر مرة من المرات عمري تقريبا 12 سنة، طافني الباص من العرضية لغاية نادي النصر من حب الكرة القدم، حتى الوالد والوالدة ما يدرون عن هذا الموضوع، جيت مشي من العرضية لنادي النصر عشان بس أتمرن. فهذا موقف لا زال بالذاكرة، صعودي للفريق الأول وهو صعود مرحلة السن، يعني ما في مدرب إنه يقول والله صعدني، لا إحنا نكون تحت 19 فإجبار إنه نصعد فريق أول. مرات يختارون مننا لاعبين معينين حق الفريق الأول إنه يتمرنون معاهم. فأتذكر كان كالهيدي مدربنا، إذا ما خاب ظني كان جنسيته مجري اللي هي دولة هنغاريا، فسنة 99-2000، فمن ذاك اليوم ل 2015 وأنا فريق أول. طبعا أذكر أول مباراة لعبتها، لأنها كانت مباراة مميزة، لأن كان فيها الثلاث المرعب الله يذكرهم بالخير، جاسم الهويدي، بشار عبد الله، علي مروي. كنت صغير في العمر، كانت المباراة ضد نادي السالمية، خسرناها إذا ما خاب الظن 3-0، فدخلوني بالمباراة وكان المهاجمين بشار وعلي مروي وجاسم الهويدي، فهذه مباراة ما تنسى. يعني من المواقف الحلوة، يعني بالنسبة لي أنا أخوي بشار عبد الله كابتن كبير، من المواقف اللي فرحتني أنا كلاعب يمكن هي سنة 2008 لما تم انتقالي من نادي النصر إلى نادي السالمية في صفقة انتقال حر حق نادي السالمية. يمكن جاني اتصال ما ردت عليه، فجاني مسج يقول لي في معاك أخوك بشار عبد الله، ألف مبروك انتقالك إلى نادي السالمية. فهذا المسج بالنسبة لي شرف على صدري. انتقالي إلى نادي السالمية يمكن بالنسبة لي يعني شيء مميز. انتقلت سنة 2008 إلى نادي السالمية، بالعكس كان ما في مثل ما تقول تفرقة بين نادي النصر وبين نادي السالمية من ناحية اللاعبين، ما حسيت أني أنا لاعب غريب عليهم. أول مباراة أنا جيتهم كنت مسوي عملية في الركبة، فرحت معاهم معسكر سويسرا يمكن تقريبا 21 يوم ما لعبت ولا مباراة، فكانت عندنا بطولة خليجية. فمن ضمن التكتيك حق المباراة أنا كنت من ضمن المجموعة التشكيلة اللي هي 18 لاعب، قاعد يحط التشكيلة مهاي، فاجأني أني أنا أساسي في بطولة خليجية مع أني أنا انتقلت وكنت متعور. فهذه مثل ما تقول شيء فرحني، بس هم بعد مخاطرة، والله الحمد فزنا وديت من أروع مايكون. كابتن مهاي هو روماني، أنا كنت هنا لاعب نادي النصر سنة 2005، كان هو مدرب المنتخب، فأخذني من 2005 لغاية 2007 سنتين عاشرت فيها اللاعبين بالمنتخب. فميهاي ما توفق مع المنتخب، تعاقد مع نادي السالمية. من ضمن الشروط اللي شرطها من ضمن عقده، هذا الكلام بناء على الشيخ الله يذكره بالخير تركي اليوسف هنا في إدارة النادي، لما وقعنا العقد قعد معاي قال لي من ضمن شروط ميهاي اني انا اوقع وياك. فهذا الشيء يعني احب اني اسمعه كلاعب واشكر عليه كابتن ميهاي، فهو السبب في انتقالي من نادي النصر الى نادي السالمية. يمكن من المباريات اللي انا ما انساها كوني اشكركم على الاستضافة الحلوة، اشكر برنامج من البداية على استضافتهم لي، والحمد لله على كل حال، وإن شاء الله بإذن الله لنا لقاء آخر معاكم.